قلعت المعلومات وردت الى الامن الحضري الخارجي والجمعه تفيد بقيام احد الاشخاص باستغلال مسكنه بمدينه وادي الجمعه لصناعة المشروبات عصير مخالفا شروط الاستهلاك والنظافه الصحيه. عليه بعد اتخاذ الاجراءات القانونيه والامنيه اللازمه وبالتنسيق مع الاعوان المراقبه وقمع الغش بمديريه التجاره تم تفتيش الورشه اين تم حجز مختلف الاغراض المستعمله في عمليه التحضير هذه المشروبات. تم تلفي رافعه يدويه، خلاط كهربائي، ميزان الكتروني، كميه من مواد كيميائيه مضافه لانتاج ماده العصير، رب خزانات معينه بماده العصير مقدره ب 1200 لتر بالاضافه الى 998 قاروره معبئه بماده العصير ذات سعه 2 لتر و 3 لتر موجه للاستهلاك منعدمه لادنى شروط النظافه. تم انجاز ملف اجراء قضائي ضد المخالف بخصوص عدم احترام الزاميه النظافه والنظافه الصحيه، عدم احترام الزاميه اعلام المستهلك، ممارسه نشاط خارج السجل التجاري.